عادي لو كنت تبي تقول لي شي حاجه انا تديها معاك ونبني عليها. انا ولدي هذا والله ديك الهضره خويا انا شحال انا بغيت نقول شحال انت تبي تقول عليه شي ورقه انا هنا اسم ديالك حمزه لاباس اشك متابعي قناة شوف تي في اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو المباشر. حنا الان تتواجد مع واحد السيد اللي ساكن في اي تيمور اللي تعرض لواحد الكريساج من طرف واحد الشخص ذوي السوابق العدليه كما تيقول بانه طاغي عليهم تما وتكرفس عليه تعرض ليه باش يكريسيه مع الصباح فاش كان غازي هو العمل ديالو هو يتلقى عليه وضربوا بواحد الشفره وضربوا في راسو وضربوا في زي اليسرى وكذلك في رجليه اليسرى. التفاصيل غادي نشوفوه مع الاخ حمزه. سي حمزه، سي حمزه السلام عليكم. الحمد لله على السلامه سي حمزه. قول لنا سي حمزه، قول لنا كيفاش وقع لك مع هذا السيد. واحد الصباح نهار الجمعه نهار 13 مع الصباح هادشي نهار الجمعه وقع. مع الصباح صلاه الصبح رجعت للدار عزيز ديالي الطابلية باش نخدم. ارفع صوتك الله يخليك يا حمزة باش يسمعوك المشاهدين. مع الصباح وصلت ثلاث الصبح في الجامع رجعت للدار زدت الطابلية ديالي باش تنخدم. جا واحد الصديق ديالي تيديني معاه للخدمة قلت انا وياه تمينا غادي للخدمة. قربنا للخدمة تقريبا بقاتنا واحد 300 متر ولا سميتو. هذاك السيد انا غادي مورا صاحبي خاش جاي في جوبه مخبي من البرد نعس هكا جاتني واحد الضربه من الله في الطرف ديالي واحد الشفره تحت فوق الموتور نط هذاك السيد اللي انا نيت نعرف صافي تما بدا تكرفس عليا بهذاك الشفره من ديك الساعه تكرفس عليا ضربني ضربني هاد الضربه في راسي وضربني هاد الضربه وفي الوجه كلاك في مولور جاني مولور بالموتور ديالي انا ما في راسي والو غادي تجاتني الضربه من الله في الطرف ديالي هنا في المولور ديالي ما تحتم فوق الموتور فاش ما توقفت نزل هو ضربني الضربه ديال فراسي ضربني الضربه في الدرع ديالي ديال اليسار وهنا في الركبه ديالي قد عليا العروق ديال الرجليه من الركبه ديك الركبه ديك الشفره قرص عليا وكان عندي الشهود انا على هاد الشيء كاين عندي ربعه ديال الشهود كاين عندي هو كان تيهددني بالقتل وكانت ديجا وقعت عندنا واحد جريمه قتل عندنا في الدوار ديالنا في 2017 شويه الجريمة تما واحد السيد كانو شدو رموه في البر وكدا وديك الجريمة هدتني بها بقا ليا من ديك هداك السيد واحد السيد الاسم ديالو عبد التفيت حنا رحمه الله توفى دابا تذكر شنو كانو لاحوه مسكين في واحد البر وداكشي وداك السيد هدتني هدتني بهاديك الجريمة هدتني بها هداك النهار تما يعني هو تيهددك بنفس الجريمة يديرها لك انت اللي قتل بها هداك السيد بشويه الجريمة تيهددك بانه باش يجي لك بحال غادي يجي لي بحال هذاك السيد وهاد الهضره اللي كاين عندي عليه انا شهود كاين عندي يعني هاد السيد اش بينك وبين بينو بينو حتى شي حاجه. السيد هذا هو معروف هو معروف مع مخزون وعندو سوابق على كريساج وعندو سوابق تاجر مخدرات وعندو سوابق على كلشي وعندو سوابق بلا انه السيد هذا ضرب الامن مدوز على الامن ضرب الامن في وجههم مخسرهم مدوز عليهم الحبس هذا معروف السميه ديالهم هما عائله بلا ما تسمي السيد هما عائله هما عائله كامله مجرمه هما معروف هاد الناس يعني قول لنا فين هي البلاصه بالضبط فين كاين هو وباقي دابا تواجديت لا فين كاين هاد الدوار فين تيسكن الدوار تاع اي تي البلاصه فين تيسكن هو في دوار الباشا دوار الباشا تابع لجماعة اي تيمو جماعة اي تيمو يعني هاد السيد باش عرض لك قلت لك شي حاجه دا ليا واحد 1000 درهم كان دالي هاد التليفون هادشي العدد الاقوى ديال الجندار هادشي اللي عطا الله
يعني انت ما عندك معاه لا مشكل؟ ما عندي معاه لا مشكل، لا ولا تسدك في صحيح. انا كنت خدام على والديا، دابا علمني، دابا بقينا ام باندا لا والديا، وتا داكشي باش درت العمليه اقسم بالله الا الناس يسلفوا لي حتى باش ندير العمليه ما لقيتها. السيده دابا زعما ماشي فهمتي، السيده دابا ما تجمعي بها حتى شي علاقه، حتى اسميتو ديالي ماشي من سهمو كاع، حتى ما بينهم بينو حتى شي علاقه والو. انا الا مشيت تسوتي ليا غير الناس الصلاه، تنمشي للدار الخدمه صافي. هادشي اللي كاين هنا، السيده دابا هو معروف اللي سولتي عليه تيقول لك لا خلاص لا، ما كاينش واحد تيقولها فيه زين. هو معروف مجرم، هو مجرم من شحال من سنه هادي، هو راه فايت 15 سنه الحبس اللي ضارب اللي راه فايت اللي مدوز. كاين هو واحد الصديق ديالو اللي معروفين دابا عندنا حنا في السيكتور، هادو مجرمين كبار، هادو انهم تيستعملو الكليم ويجي تيستعملو كلشي ويجيو يجيو السيكتور كلها. كاع ميدير معايا انا الشهادة، باهي كاع ميدير معايا الشهادة، و تيدخلو للدوار تيتهدو بالسيوفة و تيتهدو تيجيبو معاهم ناس اخرين براني ما تنعرفوهمش حنا، تيبداو بالكليم ويجيو فين ما لقاو الدراري مجمعين ولا شي حاجة تيجريو عليهم، و تيبداو بالسيوفة و الطوموبيل و تلعبو فوق الطوموبيل تيشطحو فوقها. صافي هاد الناس هادو راه ما كاين، راه ما كاينش اللي يهضر معاهم، وما كاين اللي يشد فيهم حتى واحد من غير الله سبحانه وتعالى. هادشي اللي عطى الله هو هادو. وهاد الناس باقي هاربين المخزن ولا قبضوهم؟ باقي هاربين. هاد الناس هادو تيوقفوا عندك تيقول لك اش بان لك ندير معاك المونتي فما ندوز حتى نهار تاع الحبس، اش باقي بغيتي دير مع هاد السيد هادا؟ القضاء فوق الجامعه ديك الهضره، ما كايناش السيبه في هذه البلاد هذه، واش على ما كيبان ليا هذا الهضره كيقول هاد الناس هادو بلي ان راه السيبه كاينه في هذه البلاد هذه. لا ما كايناش السيبه خويا حمزه، كون على يقين، لان هاد الناس من غادي يطيحوا فيهم راه ديك الساعه هنا غادي ما غاديش يرحموا. اذا نضرب دابا خويا انا من الدرك الملك ومن الناس المسؤولين انه يشدوا لي الحق ديالي من هاد السيده اللي تعدى عليا وتكفص عليا. اش تنطلب؟ تنطلب الحق ديالي من هاد السيد هذا. صافي اش تنطلب؟ انا تنطلب حتى حاجه. الناس اللي درا علمني من رجليا وتعدى عليا وكرهو كفصني، هادشي اللي عطا الله. خويا حمزه حسن انا نقول الحمد لله على السلامه، الله يجيب الشفاء، ونتمنوا هذيك الرجيله ان شاء الله تبرى وتكون بخير وعلى خير. الان كما تشاهدوا بان الاب ديال حمزه حتى هو ما بقى عنده مسكين ما يقول، من قبيله تيقول لك وانا تكرفص لي على ولدي هو المعين الوحيد ديال الاسره. نشوفوا الاب ديال حمزه شنو غادي يقول لنا. اجل سهل اجل هنايا باش كان الاحساس ديالك باش شتي ولدك؟ انا خرجت انا وهاد الدري مسكين ولدي، خرجت انا وياه للخدمه مع الصباح، مع ديك الوقيته 7:30 تنخرج انا وياه، واحد ولدي اخر تا هو صغير تنديهم معايا الخدمه تيتعاونوا معايا، السيد خدام بوحدي انا كنمشي بوحدي. الساعه فاش لحقت انا ديك الخدمه تفاجات، بعد ولدي تضرب رجعت تنجري من الخدمه. من هذاك النهار اللي وقع هذاك الشيء وانا باقي تنجري معاه، وجيت لقيت ولدي طايح ميت، قول ما تيهضر ما والو، ما هضر حتى للسبيطار حتى للغدية عاد هضر. وهاد السيد هذا راه موالفين، هاد الناس هادو راه حقرونا هنا في هاد الدوار، راه هاد الناس هادو ما شاء الله بالسيوفة ديالهم بداك الشيء ديالهم تيجيبوا العصابة للدوار ديما، تيكلكوا عندو حتى الجوج كليك ويجيبوا شي طوموبيل ديال الكرا ولادو تيعمروها بالسكيرية من شي بلاصة برانيين ويجيو بالسيوفة في وسط الدوار. هادي هي الخدمة ديالتهم هاد الناس هادو، هاد الناس راه عدموني أنا ضرب والله إلا عدموني قسما بالله، وأنا هي بوحدي أنا بحالها باش كبت هاد الدراري حياتي، أنا يدي على هاد الدراري هادو حتى كبت ما خليت ما درت على هاد الولاد هاد، وفي الاخر عدمني فيه حتى قلت انا لاباس بو يعاونني، هو دروك عدموا لي الارض، راني قعدت اخويا تنشوف العينيه ما باقي عرفت باقي ما ندير باقي والو، باقي ما عرفت اخويا ما ندير والو باقي. قول لي واش هاد السيد بينكم بينو شي حاجه؟ هاد السيد هذا ما بيني وبينو حتى شي حاجه، كاع هذاك الشيء اللي دوز ديال الاجرام كاع بيني وبين الناس، هو راه مرفتيه كريسي عباد، عنده السوابق في الكريساج، عنده السوابق في المخدرات، عنده السوابق مع الامن، ضربهم توا مدوز عليهم 6 سنين تلعب. السيد هذا راه معروف ما يكون عنده لا سبب، من ولدي كل فاني تيشرب تيدير كلشي. لا اله الا هادشي اللي كاين اخويا هو هادشي اللي كاين. نتمناو من الله خير، نتمناو من الله خير والحمد لله على السلامه. الله يجزيكم بخير، الله يخلي لك وليداتك، الله يدير شي تاويلك الخير.
كما تشاهدوا متتبعينا من هذا الشاب هذا بابي ما عليه كان غادي للعمل ديالو بدي تفاجئ بواحد السيد اللي داو السوابق العدلية انه تعدى عليه وضربه بالشبرا ضربه في راسه وفي يديه اليسرى وفي رجليه اليسرى انه وقت عليه العصب ديال رجليه العروق ماشي العصب العروق وقت عليه العروق ديال رجليه هذا الشاب في مقتبل العمر باقي عنده طموح باش يزيد قدامه باش يتعاون مع العائله ديالو باش يكون توا اسره هي جيت دروك انا بغيت نحيي العقد هنا بغيت نحيي العقد هذا هكا هكا جايبو دروك هكا هكا جايبو هكا جايبو اخويا دروك انا جايبو كنخاطب هذا السيد هذا في هذيك اللحظه اللي كان هو اللي تضرب هذا السيد حيت هو كان موعد الناس بانه باش يجي واعد هذوك الناس باش يطيح معاهم العقد وكل شيء وفي الاخر فاش تضرباني جبتو دروك مضروب وكل شيء وجبتو بغيت ندير بهذ الاجراءات ديالو راني دروك في وسط القياده بغيت نطلع عليه الاوراق ديالو لان خديتو وعد مع عند الناس خديت وعد مع عند الناس وزكيت معاهم وهذيك السيده قالت لك انا بغيت نجي عند هذا الرجل هذا واخا داير هكا مضروب بغيت نجي عند لا اله الا الله الله يصاوب اخويا والله يخلي لك وليدك ويشافيه لك كما تشاهدوا بان الشاب حمزه لا حول ولا قوه الا بالله مؤذن ديال الجامع ديالو مؤذن ديال الجامع كما قال الاب ديالو ما يدريش شنو بغيت نخدم نتمناو من الناس السلطه انهم ياخذوا بعين الاعتبار ويسرعوا القبض على هذا المجرم هذا اللي باقي هارب من العداله وكما قال حمزه انهم تيقلبوا عليه ولكن هو في حاله فرار نتمناو من الله خير نتمناو من هذا لهاد الناس اللي تيديروا هاد الافعال الشنيعه انهم ياخذوا بعين الاعتبار حشومه عليهم نديروا هاد الناس راه خوتهم واش هما غادي يبغيو ولا راسهم بحال هاد الحاله هادي ان السيد تضرب باقي شاب مقتبل العمر الوالدين ديالو كذلك يتعذبوا معاه راه هادشي ماشي معقول حشومه دير راسك بلاصه هاد الناس لانك انت بشر خذ بعين الاعتبار بان هاد الناس راه ما يمكنلكش تعتى على الناس إذا كنتي دوزتي الحبس وغلطتي ودرتي شي حاجة طلب الله يغفر ليك وطلب من الناس يسمحوا ليك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى هنا متتبعينا نلقاكم في بث مباشر آخر دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء